جولة سريعة على بعض صالات السينما لحتى تعرفوا شو هي أبرز الأفلام الموجودة فيها، خصوصا أنه بالويك أند أوقات كتير من الأشخاص بيكرسوا من وقتهم لحتى يحضروا الأفلام المفضلة عندهم. Come here, sweetie. Smile. We're making a Stella calendar. Smile, Heisenberg. She's eating a lot of that blue stuff. جديد بالصالات الفيلم الكوميدي Neighbors مع بطل سلسلة أفلام هاي سكول ميوزيكال زاك أفرون والممثل الكوميدي سيث روجن عن مشاكل كابل عنده بيبي صغير مع جيرانهم. Dude, we missed the air bag. ولمحبي أفلام الرعب أوكيوليس عن سيدة عم بتحاول تبرئ تخيل متهم بجريمة قتل وتبرهن أنه الجريمة صارت بقوى غير طبيعية مع كارين جيلن، روري كوكرين والكتابة والإخراج لمايك فلانيجان. السعادة المنتشرة واللي عم نحاول أكثر وأكثر أنه ننشرها حوالينا بهالأيام رح نحكي عنها بشكل بعد أكثر وأكثر مع ميلاد وما بدها هالقد. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ لازم نحكي عنها للسعادة يعني حتى نلاقيها؟ لازم نعيشها. نعيش عليها. مشان هيك أنا اليوم رح ضارب على الشيف، رح أعطي مقادير السعادة. حلوة منك. بتعرفي كثير بيحكوا عن السعادة. بحاجة لميزان لكذا. هي وصفة. هي وصفة الشيف، هلا رح آخذ تعابير الشيف وننقلهم للسعادة. بتعرفي غادة، السعادة كثير بينحكى عنها. وبالمبدا يمكن هي لانه شيء منا ملموس بالمبدا، بنصير كل واحد يعطي بركي يقول هون السعاده لا هونيك السعاده، وممكن نختلف. لحتى ما نختلف انا نقيت عادات بيعيشوها الناس السعيدين، يعني مقادير من الناس السعيدين. يعني بدل ما اعلمك انا كيف ممكن تنطبخ، كيف ممكن تنعمل التبوله، اليوم رح نعمل تبوله. يعني احنا حنجيب من كل صفات بيعيشوها الناس السعيدين ونقول اذا انتم عشتوها اكيد رح توصلوا للسعاده. اوكي ردي؟ انا ردي. لكن لوصفه سعاده انا كتبتهم هون لحتى المقادير مشان ما ضيع. اول شيء الناس السعيدين غاده، خليني رح اكتب كمان على اللوح، هن ناس اول شيء بيقدروا الحياه، يعني هن ناس بيقدروا قيمه الحياه وبيعتبروا انه الحياه هي فرصه ولازم نعيشها. اوكي الناس كمان السعيدين غاده كهن ناس بيختاروا اصحابهم بطريقه جيده، فاذا بيختاروا الاصدقاء بطريقه جيده. ليش جيدا؟ ليش؟ لانه نحن اليوم بتعرفي في كثير ناس بيرجعونا لورا، ما بيقربونا لقدام. أكيد. من الناس اللي حوالينا في كثير اصحاب بيكونوا بنقول لهم هولي اصحاب النق يلي بس بدنا نرجع ننكت حياتنا بنكون معهم. سو اختيار اصحابنا بطريقه جيده وصفه من وصفات السعاده. بدك منا تقريبا ملعقتين. ملعقتين؟ ايه شيف ملعقتين. حس اكثر انا ملعقه كبيره ولا صغيره؟ اصدقاء. ملعقه اللي بتشتغلوا فيها الطعام. ميلاد بحس الاصدقاء اكثر بدك من ملعقتين. ايه بدك اكثر منهم. 30 جرام ميلاد. شي كبير. هلا انا عم بعطي الوصفه، بعدين بتعرفي كل حدا بيعمل وصفته على ذوقه. ثالث شغله هن ناس بيراعوا الناس والظروف، يعني حط ناس سلاش الظروف. الناس السعيدين بالحياة بدهم يراعوا مرات الناس، بدهم يراعوا الظروف، بدهم يعرفوا انه مش كل شيء بيزبط هلا بهالوقت بهالثانية، فبدهم يكونوا عن جد واعيين مراعين للظروف يلي عم بتصير حواليهم. أربعة هن ناس بيتعلموا بطريقة مستمرة. وهون إذا بتتذكري نحن مرة حكينا إنه بالبالانس بالتوازن لحتى نعيش حياة متوازنة، نحن ضروري إنه نتعلم دايماً، نخلي العلم. ولما بقول بتعلم ما بقصد إنه نحن نضل نبحث وهانتينج فور شهادات، أو يعني نحن دايماً عم نبحث عن يكون معنا شهادة، بس نعتبر إنه الحياة مدرسة، إنه كل شيء بهالحياة عم يخلينا نتعلم. بقى كيف إذا نحن عندنا شيء معين بنحب نعمله، لازم كمان نضل نستمر إنه نتعلم فيه ونعرف انه كل شيء بهالحياه قابل انه يتطور. جريت. بعدك ملحقتيني. ايه انا معك. عندك منهم هول اربعه. ايه الحمد لله. الحمد لله. فاذا لهالاربعه يلي هلا وصلنا لهم، اذا عندكم منهم يعني انتم بلشتوا على الطريق الصحيح. أوكي. لوصفه السعاده. خامس شيء هن ناس من حلالين مشاكل. رح احط شده هون وشد على حلالين مشاكل، لانه في ناس
بيخترعوا حتى مشاكل لحالهم. شو مشاكلين؟ حلالين مشاكل، لانه بتعرفي في طبيعتين من الناس، في ناس بس يصير معهم مشكله بيصيروا يعيشوا باطار النق، انه ليش انا والدنيا ظالمتني وتعوا، وبتحسي هول الناس بحبوا يقربوا منهم كمان الناس اللي بيسمعوا لهم، يعني بيصيروا يروحوا عند الجيران يخبروهم صار معي هالمشكله، وبتلفنوا لاصحابهم صار معي هالمشكله، ونبقى قاعدين كل النهار والليل عم بس عم نسمع الخبريه هي ذاتها. في ناس لا بيقولوا عندي مشكله كيف بدي واجهها، سو هون عندي بدل صار عندي حطها بالانجليزي the why versus the how. اوكي، يعني يا بكون انا من هول الناس يا بكون من هول الناس، يا الناس يلي قاعد عم اقول ليش عم بيصير معي، او خلص صار معي هيدا الشيء خليني حله بطريقه ثانيه. اوكي، رح منتابع لهالخلطه. هن ناس كمان، الناس السعيدين هن ناس بيعملوا الشيء اللي بحبوه. هون سؤالي للمشاهدين، قديش بيعملوا تعملوا الشيء اللي بتحبوه؟ قديش مختارين المهنه اللي بتحبوها، الناس اللي بتحبون، عم تعملوا الاشياء اللي بتحبوها ويلي بترضيكم؟ قديش عن جد الشيء اللي عبالكم تعملوه عم تعملوه بهالحياه لتكونوا ناس سعيدين او منكم سعيدين؟ قديش الاعمال يلي بتعملوها هي خاضعه لخطه انتم وضعتوها او منا خاضعه لحدا ثاني؟ تلاقي الناس بيجوا كثير يعني من خلال الدورات التدريب يلي بعملها والورك شوبس، خاصه كمان الببليك سمين، يعني الدورات التدريب اللي بتكون فيها كثير من الناس بيجوا بيقولوا لي كان عبالي اعمل، او كنت يا ريت بقدر اعمل هيدا الشيء، بحب اعمل هيدا الشيء. طيب ليش؟ ليش احلامنا؟ ليش لما بنسال سؤال شو هي احلامكم وشو هي مشاريعكم بتحسي انه في مثل كانه نحن عايشين بعالمين ومع مختلفين. مختلفين. بقى لازم نكون نحن ناس بنعمل الشيء اللي بنحبه لنوصل اكثر للسعاده. سابع شيء من يعني بنتنعم بالحياه، او خليني احط نتنعم بالحياة، يعني انه we enjoy life. enjoy انه اليوم نحن اذا هالحياة بدها تقطع وبدي اجل كل شيء لبكره ما رح كون سعيد ابدا، صح؟ يعني شو فرق بين نتنعم ونقدر؟ يعني لانه اول شيء بنقدر الحياة از نعمة. اليوم نحن ما فيني اعتبر انه انا وكاني انكبيت بهالدنيا. في ناس كثير بيقولوا مثلا شو الله جابني على هالدنيا. حتى في ناس غادة ممكن يقولوا يا ريت الله ما خلقني. يا لطيف، ما بتسمعيها؟ ايه يعني كثير ناس بيقولوا. فاذا هول الناس ما هم قادرين الحياة. مرة قبل قلتها وبرجع بقولها، يا خيي ما فيك تسب على الحياة وما تتوقع انه طلبتك لبطة. اليوم انا حطيت كوت الصبح، كتار قالوا لي انه هيدا كوت شوي قاسي، بس بالنسبة لإلي كثير بحب اقول شيء وبحب انه مرات يعمل صدمة لحتى نتحرك. قلت بما معناه الحياة فرصة، انت على حذائك او والا رح يرتطم حذائك براسك. لانه الحذاء يا بلبس حذائي انا على قد حالي وبحمل حالي وبمشي بهالحياه، او رح اكل كف بحذائي على راسي. صحيح قويه يمكن، بس هيدي الحقيقه. ما يكون له كعب بالحذاء، ما تخيلي. ساعتها بنروح فيها. شو بدنا نتنعم بالحياه؟ شو شاف مش الحال إيه هلا؟ اذا بدك فرن بدها غليان، بدها تنجبن بالمحبه والله كيف. اكيد بالاول بدنا الميكسر هونيك وبعدين على الفرن. ايه بس بدها اكيد بدها خلطه، هي خلطه. ثمانية هن ناس بيضحكوا. هن ناس بيضحكوا، قديش عم نضحك؟ قديش بحياتنا عن جد نحن غادة ناس منضحك، منحب الحياة، مننبسط للأشياء. يعني الضحكة مش بس بتشغل عضلات الوجه، بتشغل عضلات العقل كمان والقلب، لأنه بتخلينا عن جد نشوف الأشياء. ضروري كتير نضحك، ضروري نحس أنه يعني أنا بعرف في ناس بيضحكوا ضحكة بيقولوا يا الله إلي شي 100 سنة ماني ضاحك هالضحكة. طيب شو ناقصك أو شو ناقصك لما تضحكي مثل هيك ضحكة بحياتك؟ كمان هيدا الشيء لازم نحن عن جد نتوقف عنده. ما خلصت. تسعة هن ناس بيسامحوا. إنه معلش نحن جايين على هالدنيا مرة، ونحن مش كل الناس مثلنا، ومش كل الناس بطباعنا. ما في كل ما عملت مشكل أنا ضل حاطط المشكل براسي. إذا عملت مشكل بيني وبينك غادة لازم سامحك لإلي مش لإلك، وهيدا
الفرق لما الناس بيشوفوا المسامحة، بيعتبروا انه انا اذا سامحت غادة، في ناس حسب بالمشكل كمان، يعني اذا كان كبير صغير أوكي. يعني 100% عرفت 100% ان اذى من اذى من يعني عرفت 100% ما عندي مشكل، ما عندي مشكل بالشيء اللي عم بتقوليه، لانه هيدا الشيء كل الناس حتقوله. بس غادة اذا ما سامحتي انت بعدك مزعوجة. انا لما بحكي عن المسامحة ما بحكي اني انا سامح غادة لغادة، انا بسامح غادة لإلي انا. انا بهمني انا بسامح غادة لأنا ما يضل عندي شعور هيدا الحقد أو النيجاتيفيتي مسيطرة على حياتي، لأنه نحن عايشين، نحن طاقة we're energy، ومنجذب لإلنا كل الانرجي يلي بتشبهنا. سو إذا كانت نحن الانرجي تبعتنا نيجاتيف، عم نجذب لإلنا الانرجي النيجاتيف. سو لما بنحكي عن هالمسامحة ما بكون عم بقصد إنه أنا ضروري إذا 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 غادة كتير أذيتني ضروري إنه أنا أرجع أفتح صلح مع غادة، إلا إذا كنت عبالي عيش بركي طوباوي او قديس على هالارض صار شيء ثاني. بس ضروري نسامح لإلنا لما نضل نحن عنا النيجاتيفيتي يلي موجوده بحياتنا. بسامح، لازم سامح ماضيه، لازم سامح اهلي، لازم سامح الناس يلي ضروني نوعا ما. ما فيني ضل اقول انا هون لانه ليك شو عملوا فيي، والله ما ادري شو بيصيروا، بصير نعمل لهم دعوات للناس يلي كانوا مأثرين بحياتنا. رح ببرم مقادير شوي كتيرة بس بدنا نتابع، رح ارجع احط العنوان مقادير السعادة لكل الناس. قد ايه بعد عنا مقادير؟ هو بعد عنا شوية وقت بس عندي كتير مقادير، قد ما في رح خلص يلا. لأنه لازم تخلص الطبخة اليوم. ما بتخلص؟ أوكي. شو ما بتحط لها ما بتضلها نرجع النعمة. قلنا النعمة gratitude، النعمة، وهون كلمة ممنون يلي نحن كنا كتير نستعملها بلبنان وبطلنا نستعملها. كنا كل ما حدا يعملنا شغلة نقول له ممنونك أنا. هلا نادرا انت تسمعي حدا بيقول ممنون. انا ممنون لغادة هلا لانه عم تسمعني، وممنون للمشاهدين لانه عم بيشوفوني، وممنون لاهلي لانه وصلوني لهون، وممنون لكل واحد بيساهم باني انا تكون حياتي احلى. سو لازم انا هالجراتيتيود عيشها. اذا ما بعيشها وما بحكي فيها لانه اتس سايكل ما بترجع لي. في ناس ايه ما بتقدر، يعني ما بتقول الحمد لله كل يوم انه اذا صار معها شيء او صح ومظبوط. وبتعرفي نحن لازم نكون ممنونين من بعضنا كبشر غادة. المنيه منا بس مثلا منيه لخلقنا او يلي يعني منا ممنون بس انه شكرا انه نشكر الله على شيء، لازم نشكر بعضنا كمان، لانه كثير نحن ناس، كثير ناس اجوا على حياتنا وخلونا ناس احسن، لازم نكون ممنونين لهم ونعيش هيدي الحياه. ذكرتني بجمله نقلا عن مير تيريزا بتقول some people come into your life as blessings صح كبركات، and some come as lessons يعني كدروس يعني واو. كل هالناس هيدول يلي بنلتقى فيهم بالحياة. لانه بتعرفي ليش؟ لانه مادر تريزا كانت تآمن مثل ما انا بآمن انه there's no failure there's feedback. اكثر الناس حتى يلي اذونا بحياتنا بدنا نقول لهم ممنونين لكم لانه عملتونا فيدباك، اعطيتونا شيء كثير مهم. اول شيء خليتونا ناس أسوأ، خليتونا ناس اقوى، عفوا خليتونا ناس احسن، سنسور براسي، خليتونا ناس احسن، خليتونا ناس افضل بهالدنيا. بعد معي دقيقه قد ما في رح خلص الطبخه. هن ناس بيعملوا يعني بيسترخوا بيتاملوا بالطبيعه، هن ناس بيعملوا مديتيشن بياخذوا نفس. الناس السعيدين هالناس بياخذوا نفس، نحن بنقول خذ نفس يا خيي بس ما بنطبقها. سو هن ناس عن جد بياخذوا نفس غادة، بيسترخوا، بيلاقوا وقت ليرتاحوا. بعد في بس لهلا لهولي لهلا بلكي بالحلقه الجايه او بالاسابيع الجايه بنكمل هالوصفه لعن جد. ايه لانه هيك علقتنا بنص الطبخه يعني هالمطلوب قال هالمطلوب لحتى ما تعرفوا سر الطبخه شو بدكم تعملوا. بعد في يعني الملح والبهار او بعد في انجريدينتس؟ لا بعد في انجريدينتس بس لهلا خلونا اتليست هالاسبوع نفكر بهالمواضيع قديش عم نعمل منهم لنشوف اذا نحن عن جد ناس سعيدين بحياتنا ام لا. كرمال هيك لانه السعاده غادة هي عاده، لما بعمل هولي بتعود اني اعيش بسعاده، منا فكره غريبه وبعيده عنا. فينا نكفي بعد شي اثنين من المقادير؟ طيب. بعد فينا، لكن اذا عنا بعد وقت. هن ناس كثير بيستثمروا بالعلاقات. هون انت عم بتقولي لما حكيتي عن الاصدقاء ريليشن شيبس، العلاقات بالنسبه لإلهم بيستثمروا فيها بطريقه جيده، بيبنوا علاقات، لازم نبني علاقات نتوركينج مع الناس بطريقه، وتكون هالعلاقات غادة هي علاقات يعني صحيه. اوكي هي نحن عارفين انه لوين موديتنا. كمان من الانجريدينتس يلي ضروريه هن ناس بيبتكروا الحياه اللي بدهم اياها. هون
هون الحياة اللي بدهم اياها، وهون هون حتى ثلاث نقط، حتى ثلاث نقط لانه ما فيك تفسر. ما فيني فسر. لا ما بقى في وقت نفسر. طيب هيدي الجمعة الجاية بس هيدي كثير مهمة، لأنه هي أهم شيء، هي أهم شيء إنه نحن خاضعين للخطة نحن واضعينها أو موضوعين بخطة حدا ثاني. اوف هيدي جدل الحياة يعني. مسير ام مخير، في حظ او ما في حظ، يعني هيدي الجدل اللي ما بيخلص عن كل الناس. بس anyway فين دايما يبعثوا لي كل الاسبوع اسئلتهم، وعلى يعني عم يشوفوا كل تعليقاتهم لنضل نتواصل لحتى عن جد نوصل لهم مقادير السعادة. مرسي لك ميلاد، رح نلتقى فيك اسبوع اللي جاي، وكان كمان بريك صغير ومنرجع من تاني.